اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل الصحي، وده احنا اتفقنا مع بعض يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاحد بيكون الاكل صحي. تخش التلاجه نجيب الحاجات بتاعتنا من التلاجه، ادراج المطبخ، مش بكلفك حاجه، ولكن حريصين كل الحرص ان احنا نعمل اكل برده قيمته الغذائيه عاليه وبيناسب افراد الاسره، الصغير قبل الكبير. النهارده معانا الكوسه، هنعملها طبعا عارفين كلنا الكوسه بالبشاميل، دي احنا شطار في عمايلها، بنحط عليها جبنه نعملها بالبشاميل بتاعنا، ناخد سمنه بلدي، فيها تفاصيل كتيره. انا هعملها النهارده كوسه جراتان بالشوفان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونستخدم الشوفان بديل لعمل البشاميل ولكن بطريقه صحيه. هيكون عندنا الجبنه بس فيها شويه دسامه، واحنا متفقين ان احنا الاكل بتاعنا بنعمله بدسامه قليله جدا، وبنخش في بحث مع المكونات بتاعه الاكله بتكون قليله الدسامه. معايا صدور فراخ هعملها النهارده سلطه، هنشوي صدور الفراخ دي بالروزماري والزعتر، نعملها زي فراخ روستو وبعد كده تبرد، وبعدين ندخلها مع التفاح مع خس كابوتشا، تفاصيل كتيره في طبق السلطه ده، ومشهور جدا في المطبخ الفرنسي، بيضيفوا معاه بعض المكسرات زي عين الجمل او الخبز المقرمش، بيبقى لطيف وجميل، بندفع فيه 250 جنيه في الطبق، ولكن احنا هنعمله النهارده بتكلفه قليله جدا. تعالوا مع بعض بقى لليقطين اللي هو القرع العسلي. طبعا عايز اقول لحضراتكم ده من ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيه في الارض الطيبه مصر، دي من الدرنيات القرع واليقطين والكوسه، البصل، الفجل، الحاجات دي كلها. ولكن اليقطين ده موسوعه من القيمه الغذائيه العاليه جدا، اولهم اللب بتاعه غني بالزنك، كلنا عارفين الزنك وفوائده للانسان. وعندنا كمان اليقطين اللي هو القرع العسلي، فائدته لصحه القلب قويه جدا. اليقطين مفيد جدا للسيدات الحوامل، اليقطين مفيد جدا يعالج البصر، يعني بيساعد على حفظ البصر والقرنية العين. فلما انا اعرف الفوائد الكبيره في اليقطين ده او في القرع العسلي اللي سعره دي بجد والله العظيم انا لسه جايبها ب 60 جنيه. يعني الكيلو اللحمه بكام؟ بس دي عندي انا بين ايديا دلوقتي اعظم من خروف في عندي بجد والله، او ديك رومي عشان نبقى احنا قريبين شويه. لما انا اعمله مشوي او اعمله ايس كريم او اعمله مع بعض هعمله دلوقتي حلو بالجوز الهند، او ان انا اعمله جراتان، تفاصيل كتيره في القرع العسلي ممكن نعملها وهيعجبكم بجد. فخلونا النهارده نعمله حلو مع جوز الهند اللي هي مهلبيه القرع العسلي بتفاصيل بسيطه، ونستفيد به من قيم الغذائيه بتاعته علشان ولادنا واطفالنا الحلوين. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل كتيره في الاكل الصحي النهارده، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقاية خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقة بتاعتي. معانا اليقطين هنعمله النهاردة مهلبية، ومعانا الكوسة معانا بالشوفان، وصدور الفراخ هنعملها سلطة. اللي هياخد مني شرح وتوضيح كتير اكتر القرع العسلي اللي هو اليقطين. ولكن بيسالوني في الكنترول نشتريه ازاي؟ البطيخه عارفينها نضرب ايدينا عليها كده، حمراء ولا مش حمراء، حلوه ولا مش حلوه. الشمام بنشوف اللي هي الريحه بتاعته حلوه كده، له ريحه طيبه بناخدها. الفكهانيه علمونا كده. ولكن اليقطين نشتريه ازاي يا مغازي؟ لازم نشوف الزهره دي هنا اللي موجوده عامله زي بتاعه البتنجان، شايفين دي اللي هي بتبقى ماسكه فيه الدرنيه، بتبقى كده في الارض الطيبه اهو. لازم الزهره دي تكون خضره شويه، ما تكونش ناشفه قوي، ما تكونش قاسيه، عشان لو فتحناه من جوه هنلاقيه ناشف من جوه، هيبقى الشكل من بره اوكي بس ناشف، فلازم ده يبقى فيها خضار شويه بالشكل ده كده اهو. نبص عليها كده اساتذه المصورين حبايبي اهو بالشكل ده، لو قطعناها كده هنلاقيها بتميل للخضار شويه اهو، اللي هي العشبه ديت مش ناشفه قوي. هنقطعها بالسكينه، وانا حابب ان احنا نشرح ازاي نقطع رعايه اشتريناها بالشكل ده كده ونخليها عندنا في الثلاجه نستخدمها في كذا حاجه. اللهم صل على النبي اهو، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي، رزق وكمان خير جواها. لب اليقطين غني بالزنك، مفيد جدا، مكوع عام، كل حاجه في القرعيه دي نقدر ناكله. هناخد النص ده نخليه على جنب عشان نقطعه بعدين ونشيله عندنا في الثلاجه، نقدر نعمله ايس كريم، نعمله جراتان، نعمله بالبشاميل. اللهم صل على النبي. نخليها دي هنا كده، وناخد نص دي كمان كده
حد هيقول لي يا شيف سعرها غالي وعشان اعمل مهلبيه اشتري واحده، بجد والله العظيم اسمعي كلامي، دي عندك في البيت تعملها حاجات كتيره، واقول لك على طريقه سهله زي ما هي كده، زي ما هي هتحطها في الفرن تشويها، طلعها من الفرن كلها بالمعلقه كانك بتاكل ايس كريم، بجد وانا بعمله كده زي ما هي كده في الفرن، مش محتاج اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه، اشويها في الفرن وتطلع من الفرن زي البطاطا المشويه، كلها بالمعلقه او اعملها لاولادك، طاقه قيمه غذائيه مفيده للقلب، صحه القلب، غني للشعر، بيقوي بصيلات الشعر، كمان مفيد للبصر، لقرنيه العين، مقوى عام، كل حاجه، غني بالزنك، مفيد، غني بالكالسيوم، كمان نقدر مضادات اكسده، كل ده في القرع العسلي. طبعا الموضوع اللي احنا نبحث عن القيمه بتاعته سهله جدا دلوقتي، والموضوع بسيط اسهل من شرب الميه، ان انا بضغط على زر التليفون فوائد القرع العسلي، وانت معايا كده يعني، انتوا بتتفرجوا دلوقتي كده عليا، اكتبي دلوقتي على التليفون بتاعك فوائد القرع العسلي وقولي لي رايك ايه. نقشره كده وشيل قشره بالراحه، انا هعمله النهارده مهلبيه عشان الاطفال ياكلوا منه. طب ما المهلبيه فيها حليب يا شيف تبقى صحيه ازاي؟ هنجيب حليب الدسمه طبعا هنجيب حليب الدسمه فيه قليله، سكر لو تسمعي كلامي ما تحطلهاش سكر، زي هيك اكتفي بالسكريات اللي موجوده، اسمه قرع عسلي، اسم على مسمى. كده نقطع الشويه دول كده ونخليهم جنبينا عشان وما يتغسلش. زي ما انا قطعته كده هتحطيه في الايه، في الميه دلوقتي. يتسلق. زي البطاطا الحلوه، بس بعد ما تقشريه ما يتغسلش. شيل ده كده. اللب اللي جواه ده بيتباع الكيلو غالي جدا عند الناس بتوع المحمصه، عشان نبقوا عارفين انت المفروض تاخديه طبعا تنشفيه وتحمصيه. احنا عندنا خير كتير والله العظيم، الدنيا كلها بتحسدنا عليه، اليقطين ده والقرع العسل، وانا مسافر كفر الشيخ ورايح اسكندريه على الطريق الزراعي، ناس كتير بتبيعه ورخيص جدا في متناول الجميع. يعني انا ليا ناس حبايبي في السعوديه، لما بكون يقول لي يا شيف هات لي معاك قرع عسل، ده مش موجود في اي، لان الارض الطيبه مصر اهو، ربنا انعم علينا بيه. وغالي جدا بره على فكره. معانا اتصال يا عم اشرف، ازاي؟ يا صباح، يا صباح الفوائد، صباح الفل يا عم اشرف، مفيش سمك النهارده يا عم اشرف، في قرع عسلي، اسكندريه يحبوا السمك. ده 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 من النباتات الجميله جدا. المدره للبول، اللي بيساعد على الهضم. اللي بتقي من السعال. علاج للبواسير. ايه الحلاوه دي؟ كتير جدا 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 فوائدها، من ومكوى عام طبعا زي ما حضرتك قلت يعني. حلو قوي، الله يبارك لك. اما الشوفان حضرتك، الشوفان اللي حضرتك بتشتغل بيه دايما، بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر، بيساعد على نمو العظم، وبيساعد على نمو الاطفال، وبيساعد على طول القامه. الله يبارك لك يا عم اشرف. هي والشعير، ونبات وخبز الشعير، خبز الشعير برضو بيساعد على نمو القمة. المشكله ان احنا ما بناخدش الحاجات ديت، ومش بنسمع كلامك يا شيف. ليه يا عم؟ لو بنسمع كلامه زي الفل. لو بنسمع كلامك عم اشرف، الله يبارك لك، وبناكل الحاجات دي، بسم الله بسم الله ما شاء الله عليك، انت علم ومعلومه، وفي نفس الوقت ايد حلوه وحاجات جميله. الله يبارك لك يا عم اشرف. شايف القرع بيتكلم مصر ازاي؟ لونه الحلو، انت عارف اللون ده بيفتح النفس يا عم اشرف؟ اللون البرتقاني ده يا حاج بيفتح والله العظيم بجد، يعني اللي عايز ياكل ونفسه قافله يبص للون ده، وانا بحطه في الحله كده اهو، لون البرتقاني اهو، يعني حتى لونه كمان شهي اهو. انا بس احنا مش بنسوق له، احنا بنقول حاجه ممكن تكون احنا غايبه عننا شويه ومش ملتفتين بيه او مش مهتمين بيه، لان اللي بشوفه عند الراجل بتاع الفاكهه حاطط له ثلاثه اربعه كده على الرف، اروح كل يوم اعدهم، اقول له يا حاج ما حدش بياخده، انا اللي باخدها، بس دي انا جايبها يعني دافع فيها فلوس، كنت دايما بجيبها ما بدفعش فيها بصراحه يعني. يقول له خدها يا شيف يلا فوق البيعه. شوف الدرجه، للدرجه حتى بتاع الخضار بيديها كده فوق البيعه بعد ما اخد منه شروه. هنحط عليه الميه بس خلاص، هنسيبه يستوي. معانا اتصال عبد الحليم، يا عبد الحليم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وسعادتك طيب. انت طيب يا غالي. والله في سمك اسمه سيلفر. السمك ده يعني ايه نوعه؟ ده السمك ده مشهور في العراق، وطبعا بيتعمل بالطريقه العراقيه، المسقوف. ماله يا غالي؟ سمكه حلوه. يعني
حلوة ولا؟ لأن في ناس شككت فيها بأن هي مش إشاعات مش إشاعات إشاعات، مفيش الكلام يعني ده، كل حاجة بتطلع من البحر ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بيها زي الفل، مفيش منها أي ضرر. القرع العسل أخليه كده الجمال بتاعه عشان أعرف مخرجنا الجميل بيحب الألوان الحلوة. وكده أنا شلت القشر ده بيتشال، خلاص كده أنا خلصت من الإيه؟ مهلبية بتاعتي. نستأذن فريق الإعداد مقادير الكوسة الجراتان بالشوفان. معانا شوفان بودر مطحون ناعم، معانا كوسة، ومعانا طبعا حليب دسامة قليلة، وجبنة موزاريلا، ومعلقتين زيت زيتون. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. حلو الكلام، وشوية بهارات حلوين. طبعا القرع العسل بيستوي على النار، والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بالتليفون على السريع وانا شغال. حلو، نعملها ازاي يا شيف بطريقة صحية الكوسة الحلوة دي؟ هناخد الكوسة نقطعها بالشكل على البلانشة وبنفس السكينة. حلو، اعملها بطريقة هتعجب حضراتكم ان شاء الله، الاطفال هيحبوها وكبار السن. نعمين زي الفل، تمام اهو. حلو تمام اهو، نشيل القرع ده كده، مع ان هو القرع ده مفيش منه مشكلة خالص اهو، وانا حابب ان انا اقطع بالسكينة على نفس البلانشة مفيش مشكلة منها. في حاجات مهمة جدا، تقطعي فراخ، تقطعي لحمة، تقطعي سمك، تغيري السكينة والبلانشة، انما اليقطين هو القرع، فصيلة القرع، فصيلة الدرنيات. لا يا فندم. بنشيلها يا فندم اهي على جنب اهي. حلو تمام، الكوسة تقطع بالشكل ده كده. أهم حاجة لما تشتري الكوسة، عشان سواء تحشي كوسة، سواء تعمليها جراتان، سواء تعمليها سلطة، عشان لما بقول المطبخ رؤية وفن وإبداع، بتيجي من بداية ما بتشتري الحاجة، مشترياتك. البقدونس هتعملي تبولة، لازم تعرفي إن ده بقدونس مش كزبرة، عشان ما تروحيش البيت تتعبي فيها وتفرمي فيها وتغسلي فيها، تكتشفي في الآخر إنك أنت فارمة كزبرة خضراء مش بقدونس. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. انا قطعت الكوسه بالشكل ده كده، هتعامل معاها ازاي يا عم شيف؟ واشيل دول انا مش عايزهم اهو، واخد الكوسه اللي انا قطعتها دي يا عم شيف زي ما هي، وعندي طاسه حلوه اهي على نار شديده، مش هسلقها خالص زي ما هي كده اهو، بحط معلقتين من زيت الزيتون، طريقه سهله خالص اهي. زيت زيتون، زيت الزيتون ده بحط عليه فص من الثوم المفروم الناعم. لما بنيجي نعمل كوسة بالبشاميل بنسلق الكوسة. هنا النهاردة أكل صحي، فص ثوم حلو زي الفل، وما استناش على الثوم لما يتحمر عشان ما يغيرش من لون الكوسة ولا يمررها الطبيعي أهو. بحط على الثوم ده شوية زعتر حلوين. شفت بقى المطبخ؟ معلقتين زيت زيتون وتوم وزعتر. بعملها بطريقه جديده اهو. حلو، اخد الكوسه بتاعتنا الحلوه دي كده زي ما هي، اللهم صل على النبي، تعالي من غير ميه تنزل على التومه اهو. حلو قوي زي ما هم كده، عندي ميه بتغلي على النار، بوكي جرنيه ده على طول معايا، واقلب الكوسه كده مع التومه والزعتر، لونها بيخضر طبيعي. بحط عليها شويه ملح علشان احافظ على خضارها وجمالها، واخد معايا ميه بتغلي على النار اهي، ده بوكي جرنيه، جزر، كرفس، بصل، توم. الميه بتاعه سلق الكوسه هستفيد بيها في عمل البشاميل. وقفه سحريه هنا، وقفة طهوية، خبرة طهوية. المية اللي أنا بسلق بيها الكوسة هستفيد بيها في عمل البشاميل. أسيب الكوسة تستوي هنا على النار كده وإحنا شغالين، وأغطيها. تاني عملت إيه يا شيف عشان التركية دي مهمة جدا؟ حطيت توم، حطيت زيت زيتون، حطيت زعتر،
ما استنيتش على التوم لما ياخد لون، عشان لو مر لو اتحمر او ادى لون هيمرر لي الكوسه، وبعدين بنزل بالكوسه بتاعتي مع ميه او بوكيه جرنيه من اللي موجود عندي. خلينا ناخد بعضينا عشان لسه عندنا لحمه وعندنا الشوفان. في تفاصيل كتيره قوي على فكره في عمل الكوسه جراتان بالشوفان بطريقه صحيه بقدر الامكان بنسبه 50%. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل ما افكر اعمل اكل صحي لازم تخش المطبخ كده ومزاجك رايق. انت بتعملي اكل في تفاصيل كتيره، يعني لو واحد بيعمل طاجن باميه باللحمه الضاني، الباميه بتستوي واللحمه الضاني ونكتر الدهون، كل ده انا معاكم فيه. بس بتعملي اكل صحي حط في الاعتبار انك انت هنا بتجيب الحليب دسامه قليله، اللحمه المفرومه بتجيبيها من عند الجزار نسبة دهون تقريبا 20 بقدر الامكان تكون قليله، معايا لحمه هي بتتعصج على النار مع بصلايه حلوه للكوسه. والله عايزه تعملها من غير لحمه مفرومه مفيش مشكله، تستبدلي اللحمه دي بصدور فراخ مفيش مشكله اختياري. حطيت بصل على النار، فص ثوم حلو كده، واللحمه بتستوي قدام عينيا كده، وحطيت لها شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل والزعتر، ده الطبيعي. لو عندك لحمه مفرومه متعصجه في الثلاجه رحابي بيها واهلا وسهلا. نشوف الكوسة أخبارها إيه؟ إيه الدنيا؟ هي دي الكوسة زي الفل معايا. تمام، هعمل إيه دلوقتي؟ هعمل شوية بشاميل لطاف قوي بالشوفان، عشان كده بقول التفاصيل في البشاميل ده. أعمله إزاي البشاميل؟ طاسة على النار، طاسة دي بحط فيها أو حلة يعني بحط فيها شوية زيت زيتون. شوفي بس الطعم هيجي منين، بس ركزي معايا شوية. أنا عايز أعمل بشاميل فقير ما هوش فيه دقيق ولا زبده، واحنا الطبيعي لما بنعمل اكل فيه دسمه قليله بنقول اكل تعبانين، احنا محتاجين، احنا عايزين حاجه دسمه، الحاجات دي كلها وارد. فانت طلعي الطعم من بين اصابع ايدك العشره. طاسه على النار فيها زيت زيتون، عايز اطلع شويه بشاميل طعمهم حلو بدي الشوفان، اعمل ايه؟ خليكي معايا واحده واحده. معايا عود روزماري، وزي ما هو كده باخده نصين وبحطه في قلب الزيت. الله، الجواب باين من عنوانه، ريحه حلوه، ريحه الروزماري مع معلات زيت الزيتون عاملين جو حلو قوي. تمام زي الفل كده. معانا بصلايه مفرومه ناعم، لحظه، حلو، دلع عليه البشاميل، واقلبهم كده مع بعض، حلو قوي، واحده واحده، وما استناش على البصله لما تاخد لون، عشان لو خدت لون هتسود لي الايه الشوفان بتاعي او البشاميل بتاعي. هنا ريحه الروزماري مع البصل لطيفه جميله. معايا شويه زعتر حلوين. تمام كده انا بجود في الموضوع. معايا الشوفان بتاعنا الحلو ده كده، شوفان ده موجود في المحلات السوبر ماركت او عند العطار، في منه البودر وفي منه الصحيح. انا معايا ده وده، هوري لحضراتكم ده وده. معايا الاساتذه المصورين حبايبي الشطار فرسان التلفزيون المصري. في شوفان معانا حصى اللي هي حبوب الشوفان سليمه، وده شوفان بودر اهو اللي انا هعمله دلوقتي بشاميل. اخد شويه كده عشان عايز الباقي للمهلبيه بتاعتي. ومعانا شوفان تاني اهوت حضراتكم شايفينه اهو، ده شوفان باخد منه شويه مفيش مشكله دي قبل ما نطحنها طبعا زي الفل، واقلب دول كده حلو قوي. اكل صحي 50% 40% انت ومركبات الاكله او مكونات الاكله او الماتيريال بتاعها. اقلب الشوفان مع الروزماري مع زيت الزيتون مع البصله وانا بقلب كده. معانا حليب دسامه قليله، وده موجود في اي سوبر ماركت بنزل بيه كده، حلو قوي، واقلبهم بالمضرب كده. عندنا الكوسه بتاعتنا جاهزه، باخد الميه بتاعتها تشارك في الشوفان اهو. الكوسه دي كلها قيمه غذائيه عاليه جدا اهي اللي انا سالق فيها الكوسه، باخد الميه دي كده اهو اسلزتي وحبايبي هنا التركات، هنا الحاجات الحلوه اللي احنا بندور عليها مع الشيف الشوربه واركن الكوسه دي على جنب. خلاص هي كده جاهزه، حضرتها ان انا اعملها جراتان زي الفل يا عم الشيف، واخليها هنا جنبي على نار هاديه خالص، ده الطبيعي. واشوف البشاميل اخباره ايه.
انا عايزك تعملي الاكله دي لاولادك، لجوزك عشان وزنه ينزل شويه. بشاميل طلع معايا فل. تاني عملت ايه يا شيف؟ معلقتين زيت زيتون، حطيت روزماري، حطيت زعتر كده. الجواب بان من عنوانه، وهنا البشاميل بتاعي هيطلع فيه فليفر حلو قوي. شفت القوام ده كده اهو. وبعدين نزلت بالشوفان، قلبت شويه، نزلت كمان بحبوب الشوفان، ونزلت بالميه بتاعه الكوسه اللي انا سالق فيها الكوسه اهو. طب اقول لك على حاجه حلوه والله العظيم اخوانا، انا بشتغل من قلبي، واعتقد ان ده واصل لحضراتكم. انا قدامي قرع عسل بيستوي، ما حطيتلوش اي فليفر، قرع وميه. ايه المشكله لما ابني الهرم الغذائي واخد شويه ميه من القرع ده كده واحطهم هنا؟ هتعيط؟ لا. هتشتكي؟ لا. اهو زي الفل. انا مش عايز الميه دي كلها اهو، لان دي مهلبيه. وارد انتوا شغاله في المطبخ اهو، بس خلصت عندك البشاميل ده فيه كل حاجه حلوه اهو، موسوعه اهو. واقلبه كده اهو، والكوسه جاهزه واللحمه جاهزه. تعالوا نطبق الاكله دي مع بعض اهو. دي ما كانتش في الحسبان خالص ولا مكتوبه في المقادير عند الاستاذ ريحان خالص اهو. ميه القرع العسل اللي انا بسلقه، وخلي بالك دي ما تترميش، لو انت مش هتستفيدي بيها خليها عندك، تحطها في الثلاجه وحط لها ثلج واشربيها، او تبريد واشربيها. هتدعي لي بجد والله العظيم، ميه القرع العسلي ولا ميه القمح تترمي خالص. بتسلقي قمح بليله، بتسلقي قرع عسل زي اللي معايا ده كده، ده ما تترميش خلي بالك. ازعل يا ام يمنى؟ ازيك؟ ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا ست الكل. صباح الخيرات وصباح الحاجات الحلوه اللي حضرتك بتعملها. الله يبارك لك. ايه رايك في اللي انا بعمله النهارده يا ست الكل؟ والله يا شيف ربنا يطول في عمرك، حضرتك الحاجات اللي احنا بنفكر فيها بلاقيك سبحان الله بتعملها. بقرا افكاركم يعني. والله انا النهارده بالذات كنت هكلم حضرتك عن وجبات صحيه الاطفال بيحبوها وفي نفس الوقت ما تزودش وزنهم. هو ده اتصليت الكوسه دي يا ست الكل. انا كنت كمان عايزه ابعت اهداء لبنوتي ساجده علشان انضمامها لفريق السله، الفريق الاول للنادي بتاعها. وكمان كنت بطلب من حضرتك اكلات تقويها وتقوي عضلاتها من غير ما نسبب سمنه للبنوته. حلو اللي انا بعمله النهارده. مع كده بقول لحضرتك، حضرتك عندك مهلبية القرع العسلي، تعمل لنا كل حاجة احنا نفسنا فيها. الله يبارك لك ويحسن ما بين ايديك يا رب. امين يا رب العالمين. والتهنئة طبعا وصلت من خلال شاشة القناة الأولى لسجدة، ربنا يسعدها يا رب. اللحمة المفرومة بتاعتي، مع ان انا لو اعملها اعملها من غير لحمة، بس طبعا لو ما حطيتش لحمة ايه الأكلة الأرديحة دي يا شيخ؟ عندي اهو لحمة مفرومة ونسبة دهون 20%، ما قالتش لا اهو، حطها كده حلو قوي. بصل مفروم، لحمة مفرومة، ممكن تحط بداله فراخ مفيش مشكلة. أكلة لطيفة وجميلة وسهلة في عملها، إيه الحلاوة دي يا شيف؟ لسه ما خلصتش، عندي بقى عجبني الموضوع على فكرة. ما أنا مش عايز الشوربة دي كده. أقلب دول كده أهو. لسه ما خلصتش. الأطفال بيحبوا الجبنة، بيحبوا البشاميل والجراتان، فيه حاجة كده تشد. هنعمل الموضوع ده واحنا مع بعض تركية اهيت قبل ما اطلع الفصل بتاعي. باخد الكسرولة الحلوة دي كده هنا اهو، وعندي جبنة موزاريلا بسقطها هنا. هي التركية دي اللي بندور عليها يا شيف، ده اللي مش عندي غيرنا اهو. بشاميل عملته بتكنيك عالي من الخبرة، خدت مية القرع العسلي، خدنا بوكي جرنيه، عملنا شويه بشاميل بحليب قليل الدسامه شويه، عملناه حطينا الجبنه الموزاريلا، معانا بيض. شفت التجويد بقى في الموضوع اهو، باخد بياض اتنين بيضه وانا واقف كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. اخد الصفار ده استخدمه في اكل تاني او في طبق عجه، واخد بياض التاني كده هنا هرم غذائي. بتدوري على كالسيوم؟ موجود. بتدوري على مغنيسيوم؟ موجود. بتدوري على حاجة تفيد القلب؟ الكوسة موجودة. نقلب دول كده ونسقطهم على وش اللحمة مع الكوسة. تفاصيل كتيرة في الطبق ده. الله عليك يا شيف، الله عليك لما تشتغل ومزاجك رايق. عشان كده بقولك تخش المطبخ تعملي لك فنجان قهوة، كوباية شاي بالنعناع حلوة، تشغلي
اي اغنيه انت حباها. يعني دايما انا بحب اخش المطبخ وانا رايق، هتطلع كل حاجه حلوه من ايدك. اهو شفت البشاميل؟ ونوزعه كده بالتساوي. تسلم ايدك يا شيف. طبق فيه كل حاجه، وجبه متكامله، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، فيها مغنيسيوم. درجه حراره الفرن عندي 180. ايه المطلوب من الفرن يا مغازي؟ ان كل ده يبقى نسيج واحد وينسجم مع بعضه بالشكل ده كده. وهنحط شويه جبنه حلوين عشان ولادنا بيحبوا الحاجات ديت. حريص ان السفره بتاعتي الاولاد يحبوها كده. اهو رشه زعتر جريئه. فين الزعتر يا شيف؟ اهو زي الفل. وافتح الفرن بتاعي في درجه حراره 180 وادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. مكانها فين يا عم الشيف في الفرن؟ هو ده الكلام، على الشبكه، ما تتحطش في ارضيه الفرن دي خالص، زي ما هي كده. عينيا حاضر. اللهم صل على النبي. والصوره الحلوه بطريقه صحيه بطريقه هيلسي تتحدث عن نفسها من داخل الفرن. تروحوا بقيت تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودايما بنستغل الفرص طبعا. وانا في الفاصل عشان ما ازعجش حضراتكم بشغل الخلاط بتاعي كده اهو. خلص، ما عنديش الهاند بيكسر اللي معاك ده يا شيف، اعمل ايه في الخلاط؟ بس لازم تبرديها عشان تضربها في الخلاط، عشان ده ضد السخونيه طبعا والحراره، عشان نبقى كل حاجه بنتكلم، عشان ما تعمليش ايه تغدويه سخنه كده تحطها في الخلاط تبوظ الجلده بتاعه الخلاط، تدي عليا، خلي بالك. والحاجات دي بتحصل. معانا جوز الهند. الله، جوز الهند ده يا شيف جميله. شويه سكر حلوين عشان الاطفال، شويه فانيليا، ونقلب دول مع بعض. وخلصت المهلبيه. الشوفان هنحطه دلوقتي يديني قوام. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شايفين ده؟ الفراخ دي بقى انا بقى على النار. مخرجنا بيسال دي بتاعت ايه؟ استاذ الاستاذه رحاب، مقادير سلطه الدجاج بالتفاح على الشاشه. صدور فراخ على النار في طريقها للسوى. حلو قوي. ومعانا كمان تفاح اخضر وخس كابوتشا او اي خس بلدي، مفيش مشكله. والدجاج بيستوي، بنحط له طبعا شويه روزماري، شويه زعتر لطاف كده حلوين، عشان يبقى طعم الفراخ حلوه كاننا بنعملها روست. ايه الدنيا عامله ايه؟ الله، ايه رايك في الصوره الحلوه دي مخرجنا؟ والمقادير على الشاشه من قلب الطاسه، والسر في الطاسه، وجبنا الخلاصه. نقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. القرع العسلي، القرع العسلي يتناغم. ننزل بالشوفان. معانا مين؟ يا زينة. ازيك يا زينة؟ يا زينة عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا زينة. وحشتني قوي قوي قوي، انا بحبك جدا وبتفرج عليك كل يوم. ربنا اتعلمت مني ايه يا زينة بقى قولي لي؟ اتعلمت منك كل حاجة، وحضرتك اللي حببتني في الطبخ. يعني بتخش المطبخ. ايوه، انا كنت عاوزة اسألك سؤال. اتفضل. هو انا لما باجي اعمل ال الفراخ الستريبس وبحطها في العيش الطاجني، بعرف الفها ازاي؟ تاني السؤال معلش، عشان بقلب القرع العسلي بالشوفان. قولي لي، الفراخ الستريبس لما باجي احطها في العيش الصاج مش بعرف الفهم. حلوه قوي. تجيب العيش الصاج اللي هو الخبز الشراك المسميات بتاعته، او الخبز المرجوج عشان الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بس. هنفردها ونشيل الاطراف عشان الاطراف بتبقى تخينه شويه، ونحط كاتشب او مايونيز اللي انت حباه زي الفل يا زينه، ونحط خس مفروم ناعم او متقطع شرايح مع شويه جزر مبشورين، وناخد الاستريبس اللي انت عاملاها سواء دجاج وتقطعيها كده بالسكينه وتحطيها في قلبيها، وتغرقيها مايونيز، بطاطس مقليه، خيار مخلل، وتلفيها كده من الاطراف كده. واعملها عشان خاطر عيونك يا زينه، طفله الجميله الاموره. حاضر يا زينه. الاطفال الحلوين احباب الله، انا بحبكم، وانا مشاهديني كتير معظمهم اطفال.
ليه قاعدين مع مامتهم علشان يتابعوا أكلة أمي المتطرز جوانا. الواحد يطلع ينزل يسافر يروح يجي، أكلة الأم دي مش مستحيل واحد ينساها. الفراخ أخبارها إيه يا عم الشيف؟ اتحرقت ولا إيه؟ معقولة برضو ده كلام؟ شايفين بتستوى. أنا عايز بسويها علشان هنعملها دلوقتي السلطة، وأنا واقف كده جنبها. ده الطبيعي، خد راحتك. مهلبية فلة شمعة منورة، أهي أهي تشيلها من النار زي الفل يا عم الشيف. ونغرف المهلبية بتاعتنا دي كده، ولو بتسمعوا كلامي وبتحبوا الشيف المغازي اعمليها لأولادك النهاردة. مهلبية القرع العسلي اعمليها لأولادك النهاردة، هتدعيلي بنفس الطريقة اللي أنا عملت بيها. نجيب طبق التقديم بتاعنا، كاسات، طبق كبير حسب الرغبة. حابب أغرفها في طبق زي ده كده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يلا. شوفان، جوز الهند مفيدة، القرع العسل مفيد، ألف هنا وشفا. راح تزوري حماتك، راح تزوري ماما، راح لحد من قرايبك بتحبيه وبتعزيه، اعملي الطبق ده وخديه معاك هدية. بلاش تاخدي دستة جاتوه، أسهل حاجة يا حبيبي وأنت جاي هات دستة جاتوه. راح أزور ماما، راح أزور حماتي، الراجل طبعا هيجيب هيقدر يقول لأ. يا حبيبي وأنت جاي هات تورتاية علشان رايحين نزور ماما، خدي اعملي اللي أنا عملته ده هتدعيلك. كبار السن الصغار مفيد جدا. الدجاج بيستوي كده زي الفل. حاضر يا غالي، عينيا. الله، انت ابن حلال. بيقول لي الكوسه نسيها خالص، طلعها. بسم الله الرحمن الرحيم، كوسه جراتان بالشوفان، عناصر غذائيه، قيمه غذائيه، فيها كل اللي احنا بندور عليه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طلعها بقى من الفرن. الله، والصورة الحلوة بطريقة صحية تتحدث عن نفسها، تفاصيلها كتيرة. الطبق ده أو الأكلة دي حلوة أوي. الشوفان شفنا عملناه مع بعض إزاي، اللحمة المفرومة دسامة قليلة زي ما شفنا مع بعض. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطة فيه كل العناصر الغذائية من التفاح المفيد للقلب، فيه بقدونس، فيه كمان شوفان، حبوب الشوفان نحطها بدل المكسرات، فيها توم، فيها زيت زيتون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. فراخ اخبارها ايه؟ طبعا انا عايزها تستوي بسرعه، او ما اعمل حركه لطيفه. العب يا سمك. وغطي الحله دي تقوم على طول تستوي معاك بسرعه. شفت التركه؟ هي دي، خلص الكلام. دقائق معدوده نكون جهزنا الطبق بتاعنا في الوقت الباقي لينا، عشان الطبق ده محتاجين نرسمه. دايما طبق السلطه لوحه فنيه، ست البيت تطلع المهاره الفنيه وحبها للمطبخ من خلاله. معانا تفاح، ومعانا شوفان، ومعانا خس، ومعانا جرجير. ناخد الخس الحلو، الشوفان، الكابوتش ده كده يتغسل كويس بالسكينه بلانشه نظيفه، ما يكونش مكانها سمك، ما يكونش مكانها فراخ، كنش مكانها لحمة. سكينتك نضيفة. اخواننا الفرنسويين بيحبوا الطبق السلطة ده كده، تحط معاه بقى زبيب، تحط معاه عين جمل، تحط معاه البقسماط اللي هي الحاجات السليزون الجميلة الحلوة. كل ده في ايدك تعمليه، بس انا بديك الفكرة وجود انت بقى، وريني حبك للمطبخ. بقسماط بتاعنا بتاع الشاي ده ممكن تحطيه مع الطبق السلطة ده يبقى لطيف اهو. الخس بتاعنا زي الفل اهوت. عليك يا استاذ رحاب، نحط كنوه غاليه، حط حبوب الشوفان عادي، بس الكنوه طبعا تبقى الطبق ده كده نقعد جنبه كده ومحدش يقرب منه غيري انا وبس اهو. الخس دي حلوه، تمام. نرسم الطبق ده بقى. اخبار صدور الفراخ ايه؟ استويت ولا لسه حلوه؟ اكيد طبعا استويت، الشيف المغازي حطلك الميه وانت بتستوي خلاص. تعالوا ناخدها مع بعض كده. هو المفروض للامانه يعني
ان الفراخ دي تبرد وتتحط على الخضار عشان الخضار ما يندرش وما يهبطش. احنا هنخليها لاخر مرحله هنا، ولكن لازم نفهم ايه الصح وايه الغلط. على نفس البلانش زي ما انا شغال كده، واشيل كل حاجه من هنا، ده الطبيعي. احنا نقول اللي علينا. حلو قوي. طب ده خليه كده، الله، وروق الكاونتر بتاعي عشان طبق السلطه ده عايز ارسمه بقى لغايه لما مخرجنا يقول لي ايه وقتك خلص، باي باي. اعزمه على قهوه، اعزمه على شاي، فيش هو الوقت. اقول له يا عم اديني دقيقتين من عندك ولا انسى. الله، شفت جت بنت الحلال في الوقت، قالت لك ثلاث دقايق وعلى الختام. حاضر. طبعا انت لو في المطبخ يا ست الكل وسمعتي ثلاث دقايق وجوزك جاي وانا تحت البيت هتطلعي تجري من المطبخ. انا واقف اهو، ورزق ورزقكم على الله. حلو. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. تفاح، تفاح اخضر. التفاح ده يتقطع بقى ايه وانا شغال كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم اخضر يا شيف زي ما انت عايزه، في تفاح اخضر تفاح احمر، بس هو الاخضر في السلطه وفي الاكل افضل بكتير من الاحمر. الاحمر في الفروت سلطات ما بيقولش لا، بس خلي بالك التفاح هنا يسود. لا، معنا هنحط عليها دلوقتي الدريسنج بتاعها اللي هو عباره عن زيت وعصير ليمون. عندك خل بلسمك حط معلقه. شفت الجو ده كده اهو. انا بحب السلطه دي على فكره، لان باكل الطبق ده بلاقي تفاح، بلاقي مكسرات، بلاقي اللي انا عايزه كله. تمام. بسرعه كده نعمل الصلصه بتاعتنا. بوله، فص ثوم ناعم، زيت زيتون، شويه فلفل اسود بما ان فيها فراخ، ده الطبيعي. وعصير الليمون هنا طبعا مش هيخلي التفاح لونه يتغير. فص الثوم الني انا بحبه دايما في السلطه، بيديها قيمه غذائيه عاليه جدا، بيقوي المناعه. الثوم بيساعد على حرق الكوليسترول. عصير الليمون، نقلب دول كلهم مع بعض يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. سنة شبت صغيرة، حرامي ده، أنا بحبها قوي في السلطة، بتقلب على مصر على طول. هم الأجانب مش بيحبوا الشبت في السلطة، بس عايزة طبق سلطة ياخد سكة مصرية، سنة شبت. خلي بالك على وش السلطة كده. نقدر نعمل طبق السلطة ده بكل سهولة. ما تنسيش تحط على التفاح الليمون عشان يقعد أكبر وقت لونه ما يتغيرش، والأكسدة، احنا عارفين التفاح بتنجان موز أكسدة عالية، أول ما بتقشرها بتسود على طول. أهو الله على طبق السلطة ده. في الجرجير، في الخس، يعني الطماطم ملهاش علاقة بالموضوع. بيقولي ليه مش حاطط طماطم؟ ممكن نحط خيار بس برضه ملوش علاقة. نحط شوية مكسرات، عين جمل، زبيب، ألف أنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، حريصين كل الحرص نعمل الأكل في متناول الجميع لكل أفراد الأسرة بدل المكسرات، عشان المكسرات ممكن يكون فيها بروتين غير مشبع. أنا حطيت حبوب الشوفان أهي محمصة على الوش، أو نحط كينوا زي ما إحنا حابين. عملنا صينية الكوسة الجراتان بالشوفان، عملنا طبق نضرب له تعظيم سلام اسمها مهلبية القرع العسلي بجوز الهند، وعملناها بالشوفان بطريقة لطيفة وبسيطة، وعملنا سلطة الدجاج الجميلة بالتفاح. ودايما حريص كل الحرص، لما أجي أعمل أكل صحي الموضوع بياخد مني مجهود كبير، لأن أنا بعمل أكلة زي أي أكلة، ولكن بخش جواها وأعمل عملية بحث جواها وأشوف إيه مكوناتها وإيه الماتيريال بتاعها، وأبدأ أهرب من الدهون زي السمنة، زي الزيت، زي الزبدة، الحاجات اللي بتأدي للدسامة، وبقدر الإمكان بطلع في الآخر بنسبة 50% 60% الأكلة بتاعتي بتكون هيلثي. رؤية
فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من مس بيرو. We'll be right back.